لطالما كانت الجماعات الإرهابية تفرض أساليب الترهيب من خلال تفجير المدارس في المناطق التي تحتلها لمنع التعليم وخاصة تعليم الفتيات، تقوم بخطف الأطفال. كاميرا أخبار الآن ذهبت إلى إحدى المدارس في إسلام أباد ورصدت بعضا من آراء المعلمين والمعلمات الذين شددوا على أهمية التعليم، تعليم الفتيات خاصة في باكستان، كوسيلة للمقاومة لمقاومة الإرهاب ونشر الوعي بين أبناء المدينة والوقوف في وجه طالبان. من الواضح أن طالبان ضد تعليم المرأة، أطفالنا في البيوت بدون تعليم لأن أمهاتهم يخشين على حياتهم، حيث يتساءلن ما الذي يمكن أن يحدث لهم عند ذهابهم إلى المدرسة. لكن يجب علينا التخلص من هذا الخوف. على الأمهات إرسال أبنائهن إلى المدارس. علينا أن نتحدى الأعداء. يجب أن نقف صفا واحدا ضد الإرهابيين الذين يدمرون مستقبل أطفالنا. طالبان والجماعات الإرهابية الأخرى تمثل أكبر خطر حقيقي يواجه نظام التعليم في باكستان، ولا تستهدف المدارس فحسب، بل المساجد وأماكن العبادة لم تسلم من هجماتها الإرهابية، مما يشكك بعلاقة طالبان مع الإسلام. ولهذا السبب نربي أبناءنا أن عناصر طالبان ليسوا مسلمين بالفعل، ونعلمهم أن لا يتركوا المدارس خوفا من طالبان وأمثالهم من العصابات الإجرامية الأخرى. نحن لسنا هنا من أجل إنقاذ هؤلاء الأطفال فقط، بل أتمنى أيضا أن لا يكون أبناء مسلحي طالبان مثل آبائهم، ونسعى أن يساهموا من أجل بناء مستقبلهم ونهضة بلادهم. الفرق بيننا وبين مسلحي طالبان هو التعليم فقط. حينما يتعلم المرء يفهم ما له وما عليه، أما هم معظمهم أميون ولا يكتبون ولا يقرؤون، وتلك هي الشريحة من طالبان التي تقود هجمات إرهابية ضد المدارس والطلبة. تواجه الفتيات في باكستان مشكلة كبيرة من أجل الحصول على حقهم التعليمي، وذلك بسبب منع المتطرفين البنات الذهاب إلى المدارس عن طريق مضايقتهم واستهدافهم. لكن أود أن أقول لطالبان ولكل إرهابي يسمعني، نحن لا نخشى منكم، تريدون تثبيط المسلمات، أنتم لا تمثلون الإسلام بل تسيئون للمسلمين باسم الإسلام. رسالتي إليكم، سأتعلم وسأحاربكم عن طريق التعليم. ينتابني الخوف والهلع حين أشاهد في التلفاز أخبار الإرهاب وعمليات الخطف والتفجير التي تحدث في بعض مناطق باكستان، وأشعر بارتياح حين أتذكر أن بإمكانني الذهاب إلى المدرسة غدا لأتعلم. بالرغم من أني أحلم دائما أن أكون امرأة عظيمة، لكن ينتابني الخوف في كثير من الأحيان. آباؤنا يخشون على حياتنا، لكنهم أيضا قلقون كيف سيكون مستقبلنا بلا تعليم، ولهذا السبب أنا هنا لأتعلم وأكون إنسانا محترما.